بونجور استاذ فاضل. بونجور يا هلا، مين حضرتك؟ انا جيهان خطيبته ليونس جبران. خير؟ ما بدك تقلي تفضلي؟ بعتذر مني، انا ماني معود استقبل ناس بدون موعد مسبق، خاصة اذا كنت ما بعرف. هذا شيء مش غريب عنك يا استاذ فاضل، تاريخك بيشهد على نزاهتك وحزمك وعدلك. مش كل يوم بيلتقى قاضي مستعد يضحي بحياته كلها كرمال مبادئه، فكيف اذا كرمال بنته؟ تفضل. عم بسمعي. بنتك بخطر، فوتي بالموضوع. لازم تبعد بنتك عن قضية يونس جبران بأي طريقة، لأنه ممكن يكون مصيرها مثلها مثل اللي سبقها. يونس جبران منه لحاله، والقصة مش مثل ما أنتم مفكرين، الموضوع أكبر من هيك بكتير. في شيء غريب بالموضوع. شو هو الغريب؟ عرفت عن حالك خطيبة يونس جبران، وبنفس الوقت جاي كرمال تحذريني منه. ليش ما طبقتي هالشي على حالك؟ أنا ويونس جبران من طينة وحدة، بس بنتك حرام، شو ذنبها؟ ليش بدك إياها تغرق بالوحل؟ شوفي يا دموزيل جيهان، اسمي جيهان. إذا كنت خايفة على علاقتك مع خطيبك مشي، دوري بغير المطرح. وبطمنك بنتي محامية وبتعمل شغلة للآخر بما يملي عليها ضميرها ومهنتها، والأستاذ يونس جبران هو مجرد متهم وبنتي مجرد وكيل الدفاع. بس أنت مش حابب تعرف ليه عم بقلك هيك أنا؟ إذا عندك شي تقوليه تفضلي قوليه بالنيابة العامة ولجهة الادعاء، وكان الأولى من البداية تخبريه بالتحقيق، لأنه احتمال اتهامك بالتكتم على معلومات وارد جدا. كيف يعني؟ عندي موعد مع الدكتور. بعتذر أستاذ فاضل، يمكن أخذت كتير من وقتك. بسيط. طلب أخير، دير بالك على بنتك مجدولين. بالإذن.